أذكر في نيوزيلندا في العام الماضي كنت في يعني كنت أدرس الإنجليزي. الشاهد اتصل بأحد الشباب الخليجيين قال يا شيخ عندنا شخص فرنسي يسأل عن الإسلام ورجل ملخبط وأحيانا يمدح الإسلام أحيانا يسب الإسلام. قلت طيب تعال أنت وياه عندي في المعهد وممكن أتكلم معه. جاء إلى المعهد وكان عندنا بريك قبل صلاة الظهر ساعة تقريبا. جاء وجلس كيف حالك إن شاء الله أنت بخير. حاولت أتلطف معه حتى ارتاح وأخذ يعني يضحك. قلت أنا سأسألك سؤالين فقط. طبعا هو فرنسي جاء يدرس إنجليزي. قلت أنا سأسألك سؤالين فقط. قال نعم. قلت السؤال الأول هل تذكر خلال التاريخ أو خلال هذه الأيام خلال التاريخ القديم والحديث هل تذكر أن قسيسا أو داعية من دعاة النصارى تحول مسلما؟ قال يس كثير، عندهم برامج في التلفزيون، عندهم مواقع في الانترنت، عندهم كتب، كثير كثير كانوا نصارى وتحولوا مسلمين بل قساوسة. قلت ممتاز، هل تذكر أن شيخا أو داعية من دعاة المسلمين تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت لماذا؟ فعلا اسأل أي واحد نصراني لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ قال والله I don't know، ما أدري. قلت طيب خذ النقطة الثانية. قال نعم. قلت الصلاة عندكم كم مرة في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع. قلت كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل قليل. قلت طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة في الأسبوع؟ قال أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا، ليس في الأسبوع، 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، ونحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير؟ ليش؟